توعد وزير التجاره كمال رزيق بعقوبات صارمه ضد كل مستورد او منتج للمنتجات التي تخل بالعقيده الاسلاميه وقيم المجتمع وفي كلمه له خلال اشرافه على انطلاق حمله تحسيسيه وطنيه حول المنتجات التي تحمل رموزا والوانا تمس بالعقيده الدينيه والقيم الاخلاقيه للمجتمع الجزائري وقال الوزير ان عمليه الرقابة المنجزة في هذا الشأن أسفرت عن سحب وإتلاف 38542 وحدة من لعب الأطفال وأدوات مدرسية تحمل ذات الألوان والرموز وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات ب 3.5 مليون دينار جزائري سمر حمادي رصدت التالي إطلاق عملية رقابية شاملة لمنع بيع هذه المنتوجات وسحبها من مسار التسويق وكذا من عرضها على المواقع والمنصات الإلكترونية مع تشديد الرقابة على مستوى الحدود لمنع إدخالها إلى السوق الوطنية حيث أسفلت عملية الرقابة المنجزة في هذا الشأن عن سحب وإتلاف 38.542 وحدة من لعب أطفال وأدوات وأدوات مدرسية تحمل ذات الألوان والرموز بقيمة إجمالية مقدرة ب 3.5 مليون دينار جزائري كما تم حجز 4561 مصحف للقرآن الكريم من أحجام مختلفة يحمل على صفحات تدرجات لونية تمس العقيدة الدينية بقيمة 4.5 مليون دينار جزائري